وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الضفة الغربية عبر الهاتف الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بكم. أهلا بك سيد محمد. يعني بداية في اعتداء صهيوني جديد أطلق جيش الاحتلال كما تعلم النار على شاب فلسطيني ثم قام باعتقاله، يعني برأيك هل ستستمر هذه الانتهاكات الصهيونية بحق القضية الفلسطينية بدون رجوع، بدون وجود رادع حقيقي لها؟ نعم ستستمر وستتصاعد في الشهرين القادمين، بل ستتصاعد بشكل كبير جدا نظرا لسباق الزمن الذي يمارسه نتنياهو لتنفيذ خطة الضم في ظل ما تبقى لترامب من أيام في البيت الأبيض. ثانيا لا يوجد رادع لا في جامعة الدول العربية ولا في منظمة المؤتمر السلمي ولا حتى المندوبين لهؤلاء هاتين المؤسستين في الساحة الدولية. لذلك كل جريمة تقوم بها قوات الاحتلال حتى أنها توثقها، تخيل إلى متى يتم هذا التبجح، توثيق الجريمة سواء حق الأطفال سواء حق النساء سواء حق الأراضي، وكان آخر ما حرر من بشاعة في المشهد أن أصيب المعلم الفلسطيني اليوم قليل بالرصاص وبإمكانهم أن يعتقلوه دون أن يتسمر، لكنها سياسة العربدة. كذلك هجوم المستوطنين على قرية برقة قبل أيام لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون وحتى أنهم ألقوا الحجارة على المراسل الإسرائيلي. لذلك هم يتبجحون لأنه لا رادع ومن أمن الرقابة الأدب. نعم، يعني ملتقى علماء تركيا كما تعلم دعا إلى رفع جرائم الكيان الصهيوني بحق فلسطين في المحاكم الدولية، برأيك هل من الممكن فعلا مقاضاة الاحتلال على جرائمه المستمرة ضد الفلسطينيين في ظل الدعم الدولي المطلق؟ لست هنا لأجيب بالإحصاء، ولكن نعم الاحتلال لن يعاقب على جرائمه في المؤسسات الدولية، وأكبر دليل على ذلك أنه حينما تتم اكتمال تقرير جولدستون بعد الحرب على غزة عام 2008 تم سحبه من قبل السلطة الفلسطينية وتم الضغوطات من قبل الدول العربية. كيف لإسرائيل أن تحاسب وهي تتربع على عرض الأزمة القانونية للأمم المتحدة والتي اتخذ لها من قبل بعض الدول العربية التي بانتدابات عسكرية باتت تحكم الشعوب؟ يعني بالنسبة للانتخابات الأمريكية إذا أردنا أن نتحدث عن نتائجها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت الإعلان عن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة بأنه قد لا يحمل أي تغيير جوهري إزاء حقوق الفلسطينيين، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ لن يحمل أي جهود أو أي تغييرات جوهرية على رأي الإدارة الأمريكية، بل سيزيد عمق القبض الأمريكي للسيطرة الإسرائيلية في المنطقة. لمن شاهد الفيديوهات التي عرضت جون بايدن وهو شبابه حتى حرمه يقول بأنني ولدت وترعرعت على حكم إسرائيل وإن كنت يهوديا سأكون صهيونيا. أيضا الحروب الشرسة التي تنت على الشعب الفلسطيني 2008 2012 2014 وانتفاضة الحجارة كانت كلها تحت وجود الإدارة الأمريكية بديمقراطيين تحديدا أوباما. لذلك لا يوجد فرق، بل هناك توجد جريمة ولكن تغليفها على الساحة الدولية وتجميلها وحماية إسرائيل هو الوارد لدى الديمقراطيين. ولكن يعني سيد محمد، يعني رغم ما تحدثت عنه أنه لربما يكون بايدن صهيوني الهوى إن صح التعبير، ولكنه يعارض كما تعلم خطة الضم، ويعني قد تبدو مواقفه أكثر ليونة من يعني سلفه ترامب. هذه كانت فقط شعارات لكسب الرأي العام الأمريكي، لأنه إذا قال أنني مع الضم سيكون كما ترامب، وإذا قال أنني مع تقرير القرن سيكون كما ترامب، فأراد أن يغير وينوع ويقول أنني أدعم حل الدولتين، لم يقل سأطبق حل الدولتين، وهذا ما قاله أوباما حينما استضافه العرب وقالوا سيأتي أبو حسين قريبنا، فإذا به يأتي لهم بالويلات والدمار وكسر الثورات العربية وتدميرها ووضع الدكتاتوريين أكثر وتركيزهم وإعادة انتشار الفوضى، وكل هذا الذي قام به الديمقراطيون في المنطقة حتى أنهم
كانوا وخططوا للانقلاب الذي حدث الانقلاب الفاشل الذي حدث في تركيا. هذه هي معادلة الديمقراطيين، بيع الكلام وتغيير النمطية، إلا أنه بنفس صيغة ترامب الذي لا يتقن التجميل، فقط يريد أن يكون هدف مباشر. نعم، إذن الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.